مشاهدينا رجعنا لكم تاني، والنهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا فتحناه في اول الحلقه، الحب. امتى الحب دوت ممكن يتحول الى حب مرضي؟ ازاي العلاقه بين طرفين، بين راجل او ست، الست تتعلق بالراجل ويوصل معاها التعلق دوت لحاله مرضيه، والراجل نفس الشيء؟ وهل فعلا لما نوصل للحاله المرضيه ده هيبقى حب ولا هيبقى حاجه تانيه؟ هنعرف النهارده مع الدكتور احمد عماره استشاري الصحه النفسيه بالطاقه الحيويه، هيكلمنا وهيقول لنا معلومات جديده جدا ومفيده جدا كلنا هنستفيد منها. خليكم معانا. مساء الخير يا دكتور، بنرحب حضرتك معانا في النص الحلو. عايز ارحب بيك انا كمان مره تانيه. عايز اسالك ايه الفرق بين الحب والتعلق؟ يعني انه شخص يتعلق بانسان وشخص يحب، فتقدر تقول لي ايه الفرق بينهم؟ خليني اجيبها لك من المشاعر عشان تكون مفهومه اكتر. كل ما كان لدي مشاعر سلبيه كتير كحزن او خوف او قلق او توتر او ملل، تعرفي ان انا بعيد عن الحب، لان الحب بيمحي كل هذه المشاعر السلبيه اصلا. الحب بجد معاه لا يمكن يكون فيه حزن ولا الم ولا خوف. اللي بيحصل بقى ان انا لما اكون بتعامل مع شريك حياتي او اي حد انا بسميه بحبه، ولكن هو في الحقيقه انا بكون معلق سعادتي عليه. يعني كاني بالظبط كده مفاتيح السعاده في قلبي اديتها له، وبالتالي لما يكون مش موجود ببقى تعيس لغايه ما يجي مفاتيح معاه. يعني ده مش حب خالص، ده ملوش علاقه بالحب، وده بيوصل النفس. المفروض ان انا اصلا اكون عندي مصادر كتير، مع انه في ناس كتير بتكون خايفه انه مثلا سوري انه تبعد على الشخص ده كرمال هي ما تتعبش. يعني هو ده التعلق. هو انا دلوقتي المهم ان نفسي بتشحن من الطاقات اللي ربنا مودعها في الكون، واهم طاقه المصدر الرئيسي الالهي، صح كده؟ صح. لما انا اكون متعلق، اللي احنا بنسميها حب للاسف في الميديا وفي الاعلام، يعني انا بقول كده ان معظم الحاجات او ممكن يبقى كل على فكره الا قليل، يعني اللي بيجي في الاغاني والافلام والمسلسلات ده التعلق مش الحب. فاللي بيحصل ايه بقى؟ ببقى انا مسلم مفاتيحي للطرف الاخر، طول ما هو بعيد انا عمال اقل، المشاعر عندي قليله جدا، بيبقى عندي حاله شح، ببقى عامل زي الاسفنجه. اهم حاجه ما ندوش المفاتيح، ما انا ارموها في البحر، خبوا المفاتيح. اهم حاجه في حاجه بس عايزه اقولها تعقيب بس، انا اسف. كلامك ده بيدل انه معناها ما احنا ما نعرفش حاجه عن الحب، لانه كل الاغاني وتراث السينما العربي والمزيكا كلها يمحيرني وظالمني ومسهرني وكله شك وريب. لان للاسف الشديد اللي تصدر للكلام عن الحب ما حدش درس حب اصلا، ما درس سيكولوجي، ما فهمش نفسيه الانسان. هو بيحكي تجربه خاصه بيه، وبالتالي هو بيعبر عن الحب اللي هو فاهمه. انت اقصد ايه؟ فاللي بيحصل بقى ان بيبقى الانسان عنده حاله من الشح الشديد، فلما بيجي له الشخص اللي هو حبيبه يعني بالبلدي كده بيبدا يسحب ويشفط كل الطاقه منه، فالتاني بيتخنق، فتلاقيه عايز ينفر منه، بيحس انه متضايق. معايا؟ ده بيحصل بقى مع اي نوع من التعلق، حتى مع الاولاد، حتى مع الجمال. في ناس متعلقين بالجمال ان هو ما يعرفش، يعني فاقد التوازن طول ما الحاجه دي مش موجوده. وبالتالي ده بيخلي الانسان في ادنى حالاته الطاقيه، وطبعا طالما اللي انا بحبه او اللي انا متعلق بيه بقى مش موجود، ببقى طاقتي داون، سلبيه جدا، فببدا اجذب لحياتي مشاكل ولخبطه، فتلاقيهم حتى مش عارفين يستمتعوا مع بعض. طب ليه يا دكتور في مجتمعنا او الثقافه بتاعتنا مرتبط الحب بالالم؟ يعني انا بحب يبقى لازم اتالم. صح، لان هو بيحكي عن التعلق. بس حتى سموه الحب عذاب، لا هو التعلق عذاب، التعلق جحيم اصلا. وبالتالي يعني بتلاقي الشخص ما هو التعلق عذاب، فهو ما سموه الحب. ماشي، بس مشكلة ممكن خلص. تكون مشكلة المحبوب، يعني مثل ما هي سألت، ممكن تكون مشكلة المحبوب مش مشكلة الشخص اللي حابب، يعني الشخص اللي حابب متعلق عشان التاني أصلا يكون مدمره. خليني أقول لك هي يعني مشكلة مين، ودي يمكن ترمومتر كده لأي حد بيسمعنا. المتألم هو سبب، هو اللي خسران. هو سبب، هو اللي بيدي الفرصة للطرف التاني إن هو يعمل فيه. يعني أنا هديكي مثال بسيط جدا جدا. كلكم بتحبوا أمهاتكم، صح كده؟ بتكلميها كل يوم وكل شوية، ولو ما كلمتكيش زعلي؟ لا طبعا، ما هو ده حب اهو. يوم ما انا مش عارف اعيش من غيره يبقى تعلق، لازم يكلمني، ولو ما كلمنيش ما كلمتيش ليه؟ يعني ما فضلتش يعني خمس دقايق حتى لو يعني قعد حتى لو قعد اسبوع ما تكلمش مثلا. انا ايوه، الحب انا بحبه جدا جدا ورايق معايا، هو عنده ظرف ما، عنده حاجه شغلاه لمده اسبوع، انا بحبه زي امي زي ابويا، ولكن لما هتكلم معاه ابقى سعيد، فهو كله 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 متعه. انا بعيد رايق مستمتع، مشتاق له بس مش متالم. ولما يكلمني يبقى سعيد، السعاده بترتفع وتزداد. التعلق العكس، ببقى تحت الصفر، فمتالم متالم متالم، اول ما يكلمني اقوم داخل في العتاب والنقاش والانتقاد، يقوم الموضوع يقلب مشكله. اوكي، فبرضه ما استمتعش كمان. ان شاء الله. طب معانا تليفون. الو الو
مساء الخير. مساء النور يا فندم. معانا احمد. جمال. جمال، سوري يا جمال، ازيك؟ اهلا وسهلا. حابب تشاركنا بموضوع الحلقه اليوم؟ هو انا هتكلم في موضوع الحلقه، بس ممكن اتكلم من منظور تاني. اتفضل. يعني طبعا سامعينك والدكتور معاك، اتفضل. بيتكلم الحب والتعلق. طيب انا اسمي جمال من المعادي، اكس ادكس الحمد لله رب العالمين، بطل مخدرات بقالي 9 سنين الا 3 شهور. اوكي، برافو. الحمد لله. انا كنت يعني حبي للتعلق بالمخدرات، يعني انا كنت شايف ان مفيش حاجه في الدنيا تستاهل ان انا احبها زي المخدرات. انا كنت بمشي عن في الشوارع ابص الناس اللي قاعده في كافيهات، اللي خارج مع اهله مع مراته، بستغرب ان في حد يعرف يستمتع بدون المخدرات. النهارده بفضل الله انا حياتي عارف اعيش واستمتع بدون تعاطي مخدرات. والتعلق ده انا مش هقدر اقول انا مليته ازاي، او يعني عاوز اقول ان بس لما اتشالت المخدرات حسيت بفراغ روحاني، مفيش حاجه عارف اتعامل بيها، مش عارف اتكلم، مش عارف انا ابقى انسان طبيعي. بس ربنا سبحانه وتعالى الهمني بوجود برنامج وطريقه لخروج التعلق من المخدرات ده من قلبي. انا على فكره بنتي اللي بتقعد جنبي دي طبعا هي اللي عامله الدوشه دي. ربنا يخليها. انا كرمني بقيت انسان طبيعي، بقى الحياه تمشي مع بيت زي الطبيعي. انا بس الهدف المشاركه، انا بدور بقالي والله اكتر من ساعتين في مكان لعلاج الادمان مجانا. انا بس والله داخل للمساعده، يعني لو حابين تاخدوا رقمي من في الكنترول اسيبه، لو حد محتاج اي حاجه بالمجان. انا مش بعمل اعلان لمكان ولا عايز اقول اي حاجه، غير ان انا دقت حلاوه ازاي ربنا بعدني عن المخدرات وقلبي وتعلقي بالمخدرات. فالنهارده انا بس يعني ربنا يجعلكم سبب، والدكتور طبعا الله يبارك له ان شاء الله. وموضوع الحلقه ان نوجه حبنا من حبنا للمخدرات لحب شيء ايجابي، وانا مستعد للمساعده وجزاكم الله خير. ميرسي يا جمال على كل حياتك جمال يا رب ان شاء الله. ميرسي يا جمال على المشاركه، وانا بدي بس اشكره لجمال انه حب يشاركنا هاي التجربه المهمه بحياته اللي هي بشكل ما لها علاقه بالحب. ودكتور حابب تعلق على الموضوع؟ عايز اقول هنا مهمه، حته مهمه بالنسبه لي، ان كل اللي بيبحث عن بديل مخدر يعني هو بيكون في حاله الم، وبالتالي عاوز يخدر هذا الالم. فلما الالم يتخدر بيحس بالمتعه معايا، زائد متعه بتكون بسيطه جدا وبعد كده بتقلب مشاكل كتير. فالمهم الانسان يبدا يعرف الحاجات الحقيقيه اللي ربنا حاططها في الكون تخليك مستمتع بجد. ويمكن هدلها برضو قاعده كده، المتعه الحقيقيه هي اللي كل ما تعملها تزداد استمتاع، المتعه الغلط هي لما تعملها تحس بقى كانها طفت وما عادش لها طعم. حلو. طب خلينا ناخد اتصال تاني معانا. ايمان، الو. ايوه يا فندم. ازيك يا ايمان؟ الحمد لله. ممكن اكلم الدكتور لو سمحتي؟ طبعا الدكتور معاك، تفضلي يا ايمان. ايوه يا دكتور، انا كنت متجوزه قبل كده واتقدم لي واحد، وبعد ما اتقدم لي ورد بظروفي خلاص هيخطبني، راح خطب واحده تانية ويقول لي علشان هي لسه انسه. طب انت ليه اتقدمت لي وليه علقتني بيه؟ وبعد ما خطبها جالي تاني يقول لي استقبال القسمه والنصيب، ووافقت مره واثنين وثلاثه، ويروح لها ويجي لي، يروح لها ويجي لي. طيب هقول لك، حاضر. فانا دلوقتي مش عارفه، وعمال يقول لي انا عايزك انت وعايز، انا عايزك وعايز، ولدرجه ان انا ربنا مش هيحاسبني على الجوازه الاولانيه، انت ليه بتحاسبني؟ انا كنت متجوزه، لدرجه ان كرهني في ابني. يعني انا بدات اكره، يعني انا لما سبته خلاص وقلت له روح اخطب، انا مش عايزك، حتى لو سبتها مش هاخدك برضه. طيب هقول لك حاجه. طب هقول لك حاجه مهمه، بتلاحظي؟ انا لقيت متهيتي مع ابني. هقول لك حاجه، بتلاحظي ان انت كل ما بتبقي جواكي حاله حياد، يعني مش مهم انت اتجوزتك ولا لا، بيزداد تعلق هو بيكي اكتر ويجي لي اكتر، صح؟ ايه؟ لما انت بتحسي من جوه انك عايزاه بيبعد، لما تبقي من جوه محايده مش فارق معاكي وجوده، بتلاقيه هو اللي بيكلمك اكتر، صح كده؟ الاتصال انقطع للاسف. طيب هو بس في حته مهمه، كويس المثال ده انه جه النهارده في الهوا، ان المتعلق دايما بيبقى متعلق بحاجه عشان يبقى سعيد، دايما هيشد لحياته كل اللي يخليه تعيس. في الغالب بيكون الشخص ده يبعد عنه، يبدا يشوف حد غيره، لان انا معلق سعادتي عليه. بس لو لاحظت انك بتقول حاجه انه انا كرهت ابني من وراه اللي هو، هي طبعا لان هي بقت شايفه ان ابنها عائق لسعادتي، هو ابنها اللي عامل لي مشكله مخليني مش عارفه اعيش مع الشخص ده بسبب ابني، فبدات مفتقده لحد الاستمتاع طبعا. للاسف، وده بيبين درجه تعلق عاليه جدا عندها. المفروض ابنها هو لازم يكون الاساسي قبل اي حاجه ثانيه. عشان كده يمكن حته برضو مهمه كمان، انا ما ينفعش، ويمكن بنصحها طبعا، انا ما ينفعش احكم على الشخص وانا ما سمعتش من الطرفين، مش هينفع ادي اي نصيحه يعني. ولكن انا بقول لها هي
انها تبدا الاول تعيش سعيده من غير الجواز، لو بقيتي كده هيجي لك اللي يكملك السعاده. معايا؟ فخدي لك الاول شهر ولا اتنين دربي نفسك ازاي ابقى سعيد في الحاله اللي انا فيها ايا كان، وتخيلي انك هتعيشي بقيه حياتك من غير جواز، انا سعيده مش مشكله، مش محتاجه حاجه. يقوم عقلك يبدا يكتمل ان انا مستمتع باللي في ايديا، فاللي هيجي لي من بره هيكون هو المكمل لحاله السعاده. لكن اللي حاسس باحتياج للجواز هو الان عقله بيطلع اشارات ان انا فقير، محتاج محتاج، اذا انا متالم هيجي لي من يزودني الم. بس هو يعني سوري، عقده المراه المتروكه شغله مش سهله يعني. لا هي سهله بس مش عايزين سهله كده، بالعكس ولا صعبه ولا سهله، هي حاجه اوبشن زياده. يعني قصدي حضرتك يا دكتور هي كلها تصنيفات، انا النهارده لوني اسود لوني احمر لوني اخضر، مش مهم لوني ايه، هي ملهاش حاجه صعبه ولا سهله، المهم اتعامل معاها ازاي. فهمت قصدي ايه؟ يعني قصدي حضرتك يا دكتور اسعد نفسي الاول وبعد كده اشوف ايه اللي هيزود لي سعادتي من بره. ايوه، يبقى انا رايح للحاجه اللي عايزها من موقف الاضافه مش الاحتياج. الدنيا ما بتديش محتاج، المحتاج بيطلع اشارات فقر من جسمه مش غنى. طب ناخد اتصال يا دكتور ونكمل كلامنا. معانا مها. الو الو. ايوه ازيك يا مها؟ تمام الحمد لله. ممكن اكلم الدكتور؟ اه اتفضلي يا حبيبتي. هو سامعك. ازي حضرتك يا دكتور؟ يا اهلا بيكي. انا هسال حضرتك بخصوص يعني هو الحب بس مش التعلق، يعني هو الحب لسبب، هل الحب لسبب ده غلط اصلا؟ يعني الناس اللي بتحبك عشان خاطر كذا، او بحب فلان عشان خاطر هو كويس معايا بيعاملني بطريقه معينه، هل ده اساسا حب؟ حلو. لو هو حب ازاي اتعامل مع الناس اللي بتحبني لسبب؟ لان الموضوع ده بصراحه مضايقني جدا، يعني ممكن اقرب الناس ليا الاقي بحس ان هو بتحبني لسبب معين، لما يزول السبب ده الاقيهم معاملتهم اتغيرت. طيب هل ده حب اصلا ولا مش حب؟ ده اللي احنا بنسميه الحب المشروط، وهو برضو في الخفاء تعلق، بمعنى ممكن يكون الإنسان بيحب نفسه أكتر من أي حد تاني، وبالتالي بيحب يبقى يستفيد من فلانة بالضحك، فأنا متعلق بالضحك بتاعها فأنا بحبها عشان بتضحكني، وبالتالي لما تبقى في يوم من الأيام متضايقة وزعلانة هبقى متنرفز منها عشان ما عادش بتضحكني. فحب مشروط متعلق بالحاجة اللي بحبها عشانها. حلو كده؟ ده برضو حب مشروط، وبيعمل مشكلة عند الشخص اللي هو عامل كده. أنا بقى هي برضو بتقول بيضايقني، فهي حاطة شرط هي كمان إن أنا عاوزاه يكون بيحبني عادي عشان أعرف أحبه، وبالتالي هي برضو متعلقة بالحب المطلق. أنا ماليش دعوة بالآخر خالص، أنا بحب كل الناس. على فكرة التعلق معناها إن عايز الآخر يتغير زي ما أنا عايز. الحب المطلق غير المشروط بانه يتغير، انا بحبه سواء حبني ولا لا، انا بحبه سواء عمل لي ولا لا، يعني مش فاهم. انا ببقى سعيد، مش قلت لكم في الاول الحب ما فيش فيه مشاعر سلبيه خالص؟ انا بحب كل الناس، هو بقى شتمني انا بحبه برضه، بس انا مش انا بحبه لانه هو مخلوق. احنا المفروض نتعامل ان احنا كده كلنا صنعه الهيه، فده ربنا خلقه، فانا بحبه عشان ربنا مش عشان هو. صح. وبالتالي عمل لي شيء سلبي هفصل ما بين الانسان والفعل السلبي، هرفض الشيء السلبي هتعامل معاه. بس عارف يا دكتور انا عمري ما شفت ام تكره ابنها كرمال واحد بتحبه، يعني دي حاجه. لا هي مش كره، هي كرهت الحاله مش الابن. حتى ولو يعني الحاله، يعني هو يمكن اللي فهمناه انه هو رافض الولد وقصه وحوار. هي بدات تكره حاله اللي هي الحاله اللي هي عاشتها، بدات تحس ان هو عذاب ليها، وطبعا هو بسبب التعلق، لو تحررت من هذا التعلق هيجي لها احسن منه ألف مره، او هو يتحسن الله اعلم. ان شاء الله يصير الخير. ومعانا محمد. مساء الخير يا محمد. الو محمد. الو مساء الخير. مساء النور. ممكن بس اسال اتفضل اسال. بس هو ممكن ما يكونش متعلق مثلا بالسؤال. انا طب اسالك يعني سؤال، لو انا قلت لك مش هجاوبك هتعمل ايه؟ ده اوعى تكون متعلق بالاجابه. اتفضل اتفضل لحضرتك. انا دلوقتي بحب واحده. تمام. بس يعني انا مش عارف اقول لها، بس هي يعني انا حاسس ان هي برضو ببدل نفس الاحساس بس مش عايزه تقول لي. تمام. يعني انا حاسس من نظراتها ليا، من طريقه كلامها. بقالك قد ايه يا محمد كده؟ انا بقالي اكتر مثلا من 7 شهور. حرام عليك يا راجل. والله هقولي 7 سنين. حرام عليك يا راجل. طب بص بقى هقول لك مني نصيحه. ماشي. اقطع عرقه وسيح دمه. مش للدرجه دي يا يعني دكتور. ايه؟ يعني مسج بسيطه جدا كده.
يا فلانة أنا بصراحة شايف إن أنت ممكن نكمل مع بعض حياتنا وأنا حاسس بمشاعر متبادلة، حضرتك إيه رأيك مثلا؟ يا يا لا عشان تحسم، ما تفضلش عايش في الوهم لفترة طويلة، يعني احسم الموضوع وخليك مقدام. يعني 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 بص، الراجل دايما حلاوته في رجولته اقدامه، فاهم اقصد ايه؟ الانثى هي اللي تعمل الكلام ده، فدي حته بالنسبه لي انا شايفها انها هتعمل لك الم كتير، وممكن تفضل قاعد كده هي برضو شكه هي كمان لو هي بتبادلك نفس المشاعر. فلو اي حد قدم لها، انت بقالك سنه مثلا ما تقدمتش، تشك ان انت عندك مشاعر، تقوم فجاه تلاقيها اتخطبت او اتجوزت. في ناس بيضيعوا سنين من حياتهم عشان هو بس ما خدش خطوه فيها اقدام، فانت خد الخطوه. يا هتستمتعوا مع بعض وتعلي المشاعر وتبداوا في الاجراءات الرسميه، لو لا خلاص ريحت نفسك وتبدا تفكر في حد تاني، ولا تعلق سعادتك على شخص. صح، نقول له اتكل على الله وما تنساش تعزمنا بقى. ناخد اتصال تاني معانا. ندى، الو، فينك يا ندى؟ ازيك يا ندى؟ هاي بخير. علي صوتك يا حبيبتي بس شويه. الو، هاي مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي، اتفضلي الدكتور معاك. عايزه اسال الدكتور على حاجه. اتفضلي اتفضلي يا ندى. انا متجوزه بقالي سنه ونص تقريبا. تمام. عن قصه حبي، يعني نعرف بعض بقى اكثر من 4 سنين. بعدين طول الوقت عندي احساس بالمقارنه، يعني زمان كنا بنحب بعض ازاي ودلوقتي ازاي. هو مش بيحبني زي الاول قوي. طيب سؤال مهم يا ندى، يعني هو انا ينفع اعرف اذا كان حد بيحبني زي الاول ولا لا؟ مش عارف. خلي بالك، اذا هتحكمي عن الحب، اذا هتحكمي عن الحب من السلوكيات، فممكن يكون زمان كنت انتوا رايقين، دلوقتي بقى عنده شغل، بقى مشغول اكتر معايا، فبقى ممكن يكون ما بيعبرش عن الحب ليكي، فانت حكمتي على ده بانه بيحبك اقل، مع انه ممكن يكون جواه بيحبك اكتر. صح ولا غلط؟ صح. انا الصح بقى ان انا ماليش دعوه بالاخر. انا لو بدات انا احبه وبعمل كل الطاقه اللي جوايا بحب ليه من غير تعلق، اوتوماتيك هيبادلني وهيبدا تدريجي الموضوع يبقى جوايا ممتع. يعني اللي بيحب بجد بيكون مستمتع في وجود الاخر سواء هو بيحبه ولا لا. ايه رايك بقى؟ عشان كده الحب كله متعه، انا بحبه فانا مستمتع معاه. هو ما بيحبنيش، دي حاجة خاصة بيه هو، أنا مالي. المتعلق بقى لأ، لو ما بيحبنيش تبقى مصيبة. بس الحب فهبقى متقلب متبادل. لا مش الحياة سودة يا دكتور لو ده مش بيحب. شوفي، الحب التعلق متبادل عشان بشحن منه. الحب لو ما حبنيش أنا سعيد، أنا مستمتع معاه أصلا، مش عايز منه حاجة، أنا بحبه. عشان كده أوتوماتيك هجذب حد زيي. وهيبقى التعاملات جاية مريحة جدا، مش قلت لكم الحب مفيش فيه ألم. أحلى حاجة الواحد تحب مامتك، تحب ابنك، ريح دماغك من كل القصص دي. صح معاك. اه والله. من آخر حالة الحب العالية هي التجسيد المشاعري لحالة الغنى. أنا مش محتاج حاجة من حد، أنا غني. يوم أوتوماتيك كل اللي حواليا يبقوا أغنياء هما كمان. واضح يا دكتور إن إحنا عندنا النهاردة حكايات كتير بنسمعها. معانا اتصال تاني. إيمان. ازيك يا فندم؟ انا عايزه اكمل مع حضرتك. ايوه ايوه، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. انا اللي لسه مكلماكي دلوقتي. يا اهلا. اتفضلي. انا مش كرهت ابني، انا مش بقولك انا كرهت، انت علقت على انا دفعت عنك يا امام. انا حاسه، انا عارف ليك، انا عارف. انا بتكلم ان هو قال لي احطي نفسك مكاني، قدامي واحده انسه وقدامي واحده متجوزه قبل كده، اعمل ايه؟ قلت له خلاص روح في الطريق الثاني، والمهم بسال عن الثانيه لسه مطلقه برضه يعني. بصي يا ايمان، هقول لك حاجه. فالموضوع ان انا انت بتدخل ليه البيت؟ تعلقني ليه؟ طيب عايشني ليه؟ ايمان هقول لك حاجه مهمه. طيب اتفضلي. انا بس عايزه اقول لك حاجه، الاساس في الموضوع ده كله ابنك، فاهمه ازاي؟ طبعا ده انا اكتشفت ده الحاجه الاساسيه أوه. عندك اوعي تفكري يعني الحب ياثر على ابنك او يصير عندك احساس مش كويس لابنك، لا خلي ابنك هو نمبر 1 في حياتك بس. طبعا طبعا طبعا، دي كانت غلطه. انا كنت بقى يعني انا مش كرهته، انا كنت بقى يعني بلوم على القدر. انت مش محتاجه تدافعي عن امومتك يا ايمان، اسمعيني كده، انت مش محتاجه تدافعي عن امومتك، فهمتي قصدي؟ هقول لك بس معلومه مهمه قوي عشان الالم اللي جواكي لو موجود يختفي. الانسان لما يحط اسئله غلط في عقله، اما انها تولد مشاعر الم او مشاعر شغف واستمتاع. خدوها قاعده كده، عند اي مشكله لو سالتي سؤال ليه
هيصاحبه مشاعر ألم رهيبة وعمرك ما هتعرفي ليه. الصح اللي أسأله أسأل أعمل إيه عشان أوصل لفين؟ ليه بيعمل كده؟ بصوا على كل المتألمين، ليه بيعمل كده؟ إزاي؟ ليه؟ هتلاقيه متألم على طول، شيلي سؤال ليه من دماغك. ولا حتى لو هو رد عليا والله ما هعرف، ممكن يكون بيكذب. فهمتي أقصدي؟ وبالتالي اتركي الخلق للخالق. أنا دلوقتي عاوز أكون سعيدة مستمتعة، أربي ابني صح يكون هو كمان سعيد، أنا عاوز أوصل لده، أعمل إيه بقى؟ وابدأي اعملي الخطوات اللي تخليكي سعيدة. طيب دكتور هو معانا تليفون، بس انا حابه اسالك سؤال بصراحه مضايقني جدا. حاسه بيها والله. يعني انا بشوف كتير في مش كتير لا للناس اللي بيكتبوا بهذا الموضوع وبيعملوا شغلات يعني بتنزل وبتبقى حاجات حلوه مش حاجات تجاريه يعني، بس هن بحياتهم الشخصيه بيبقوا فاشلين بالعلاقات. حضرتك ما عشت مشاعر تعلق او ازمه يعني عم تخليك تحكي بهالمثاليه؟ بصراحه ضايقتني. انا عشت تعلق في الاول طبعا، انا يعني دقت وجربت وعشت ونسفت انا وزوجتي. ويعني انا الحمد لله معظم المعلومات اللي بقولها طبقتها على نفسي وعشتها، ولاني بقابل حالات طبقتها عليهم وجربوا، وده اقول فرق بين الاثنين. لان طبعا انت عارف يعني جوازك عن حب، وعارف انه يعني انه قادر تفرق بين ده حب او عشق. هو خليني اقول حاجه مهمه قوي، مفيش حاجه اسمها جواز عن حب اصلا. الحب بينشا بعد 6 شهور من التعامل الصح. الجواز ممكن يكون عن اعجاب، عن ان انا شايف ان في توافق بيننا، في مشاعر، بس ما اسموش حب. كل ده ممكن اسميه اشتياق، ممكن اسميه شغف، ممكن اسميه فضول نتعرف عليها اكتر، ممكن اسميه استمتاع بان لما اكون قاعد معاها، بس لسه ما اسموش حب. الحب لما نكون عشنا مع بعض وجربنا كل الوحش والحلو. الحب هو الرضا عن الضدين. قصدك قبل الجواز ولا بعد؟ لا بعد. هو بيحصل، هو ممكن نكون عايشين في منطقه قريبه، بس برضه هنكون في جوانب ما شفناهاش غير بعد الجواز. بس دكتور انت بتنصح ان هم يعطوا وقت لنفسهم يشوفوا يختبروا طبعا بعض، يشوفوا ان هم بيحبوا بعض ولا لا؟ اقول لكم حاجه انا عملتها وانا خاطب يعني، واللي متعلق مش هيعرف يعملها. المتعلق مش هيعرف يعملها، المتعلق بيبقى عايز يبين اجمل حاجه عشان خايف الثانيه يبعد. اللي عاوز يعيش سعيد بيوري له كل حاجه. بص انا جيت في الخطوبه يمكن حتى زوجتي يعني كانت مصدومه في الاول، وريت لها كل الوشوش، وانا متنرفز وانا بزعق وانا بشتم وانا متجلد، قلت لها هو ده انا، ده اللي هتتجوزيه. حلو، حرام ردت بالامر الواقع. ارضي بكل الشكل ده عشان نعرف لو 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 في حاجه مش عاجباكي مش هينفع نبقى سعداء بعد الجواز. صح. وريتها كل الوشوش وهي كمان عملت معايا كده. متقبلين متعايشين، يلا هنظبط ده بعدين. حلو. طب يا دكتور معلش احنا مضطرين نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا مشاهدينا لسه مكملين معكم. ورجعنا لكم مشاهدينا تاني وهنكمل حوارنا عن الحب. دكتور انا عايزه اسالك سؤال، احنا هنغير دلوقتي الموضوع شويه. نغير. طيب واللي ما يعرفش يحب؟ اللي ما يعرفش يحب معناها ان في شيء جواه هو رفضه، مش عايز يمر بالتجربه دي، وبالتالي بيولد من جوه زي ميكانيزم دفاع او وسيله دفاع عقليه بتخليه مجمد المشاعر عنده، لانه قلقان انه يلاقي حد يستاهل مثلا، او انه يلاقي حد مناسب. وزي ما اتفقنا وده معناها في الخفاء ان انا حاطط شروط. شروط. ايوه، دي نقطه مهمه جدا. فتلاقيه برضو يعني هو الان واقع في تعلق ان انا متعلق باني الاقي شخص كذا 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 كذا، بس في نفس الوقت تلاقيه ما بيحبش يجرح حد. ايوه طبعا. فاللي انا اقصده ايه؟ ده بيخليه برضو ما يعرفش يشد، يعني هو الان من غير ما ياخد باله ممكن يطول قوي وهو مش لاقي حد مناسب، لانه متعلق جوه بحاجه. صح. المتعلق بيشد عكس اللي هو عايزه. يعني المتعلق ده طرف يقابله الرفض. انا متعلق بالسعاده رافض التعاسه. متعلق بحد حنين فانا رافض القسوه. فالمتعلق بالحنيه هتلاقي اكتر اللي بيقابلهم قاسيين. مع انه هو بتلاقيه مرتاح. أيوة. مبسوط في حياته، بس في النهايه لازم تكون في حاجه تكمل. المتعلق مثلا بعض النساء انا متعلقه نفسي يبقى الراجل مخلص وامين، هتلاقيه دايما بتشد حد خاين معايا او حد كده. هو ده اللي بيحصل. يعني ممكن اقول للناس كلمه كده مهمه، بصوا على اللي في حياتكم اللي عامل لكم الم هو اللي انتوا رافضينه ومتعلقين بعكسه ببساطه كده. طب دكتور رفضك ده وتعلقك هو اللي شدد ده حياتك ايا كان بقى، حتى لو حاجه في جسمك، حتى لو ذنب بتعمله، طول ما انت رافضه هتقع فيه كل شويه. طب يعني ما اتعلق بالحنين ولا اتعلق باي حاجه خالص. هقول لك حاجه مهمه بقى، لو نسفت التعلق، ما هو نسف التعلق معناها انا غني مش محتاج حاجه من الدنيا، انا يكفيني الهي وبس. دي احسن حاجه. يوم ساعتها تاخد كل اللي انت عايزه.
طب يعني كده كويس؟ طبعا ده اعلى درجات الجنه في الارض هي الحياد النيوتراليتي دي اعلى درجه ممتعه في الارض اصلا. ناخد اتصال تاني يا دكتور. معانا اسماء. الو. ايوه ازيك يا اسماء؟ الحمد لله. انا عايزه اشكر دكتور احمد جدا، بنستفيد منه كتير، ومن زمان جدا نفسي اتكلم اشكره على الهوا، وانا مبسوطه ان دي فرصه دلوقتي عشان اقدر اقول له يعني شكرا على كل حاجه بيقدمها، فعلا بنستفيد منها وبتطور من حياتنا دايما. وانا عايزه اسال دكتور احمد ازاي اقدر اكذب كل حاجه، بالذات انه يكون شريك مناسب لحياتي، واكون فصل اي طاقه سلبيه تقدر تظهر لي اي شخص مش مناسب. حاضر، هقول لك. حاضر، هقول تمرين عملي دلوقتي اي حد شايف انه متعلق يعمله. هو في طبعا تدريبات كتير، ويا ريت تقروا، الله يهديكوا، اقروا كتب، احضروا كورسات، لان الموضوع ده عميق وكبير وبيأثر في حياه الناس بصوره قويه. اي شيء انا متعلق بيه، سواء جواز مثلا او اولاد او جمال او اي انواع التعلق اللي انا ببقى متوتر في عدم وجودها، ودرجه توتري تعرف بيها درجه تعلقي، وتعرف بيها هي بتبعد عنك قد ايه. كل ما كنت متوتر اكتر كل ما بعدت اكتر. وهبدا اكتب في ورقه كده، لو الشيء ده حصلت عليه هبقى حاسس بايه، هتبقى مشاعري ايه، هبقى سعيد مستمتع معايا، حاسس باني غني مكتمل، ايا كان اللي هتسميه. ابدا بقى قول طب انا هبقى كده من غير ده، واوصل لدي من غير ده، انسف التعلق بيه، ما تعلقش ده على ده، وشوف ايه اللي متاح حواليك الان تعرف تستمتع بيه ويوصلك للمشاعر دي. اول ما توصل للمشاعر دي، اللي يخليك في المشاعر دي زياده هو اللي هيجيلك. حلو كده. يعني مثلا واحده نفسها تحس بالامان لما تكون متجوزه بقى وعايزه ابقى، يعني معظم المتعلق بيكون متعلق بالامان او متعلق بالاستمتاع والسعاده. حلو كده. وساعات بيكونوا الاثنين، او في الغالب بيكونوا الاثنين. فانا دلوقتي عايز اتجوز علشان ابقى مطمنه بقى ومستقبلي وسعاده وعندي اولاد، فاحس بالحنيه واحس بالعطاء. خلاص، طيب انا لغايه اخر يوم في عمري مش هتجوز، مش مشكله. ازاي احس الامان دلوقتي والعطاء والاستمتاع وفق اللي في ايديا؟ اول ما تبدا تحس الامان والعطاء والاستمتاع وفق اللي في ايديها، علميا الان هي بتطلع مشاعر او طاقه امان واستمتاع. الشخص المساوي لهذه الطاقه هيتشد ليها بسرعه. والاشياء بقى والظروف والبزنس وكل حاجه. اوكي، حلو. ان شاء الله حاولوا المشاهدين يجربوا هنا نصايح حلوه. ومعانا محمد. الو يا محمد. الو. ايوه يا محمد، سامعينك. مساء النور. والله انا بس كلمت بلوب الموضوع بتاع الحلقه. اتفضل. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل، هو معك. اتفضل يا محمد. يا اهلا. طيب يا دكتور، انا بشتغل بالتحليل، يعني عامه شغلي تحلل المواقف، فانا في تجربه فعلا دلوقتي بمر بيها. ان انا عندي 40 سنه وعايش مع والدتي لوحدي، والدي متوفي، فزي ما تقول حضرتك كده انا كده جوز امي. انا فكره الجواز كانت مرفوضه الفتره كلها اللي فاتت، لغايه ما قابلت حد بالمواصفات اللي هي مش هيبقى فيها ارتباط، فكانت مريحت العلاقه، فدخلت فيها وحاول الموضوع لتعلق. هي كانت فريش مطلقه، يعني فريش، وانا ارتبطت فيها 6 7 شهور، علقت لدرجه ان هي فضلت تحاول ترتبط بيا، وانا قلت لها لا انا محتاج عروسه، انت صديقه. بعد كده انسحبت من العلاقه. دلوقتي انا هي بعدت، انا عايز حاله من 3 شهور اللي فاتوا دول حاله صعبه جدا، مش قادر انتمي تاني مع اي حد، وحياتي كلها متاثره. ثقافه التعلق دي انا خايف تتقلب لاكتئاب ومرض يتقلب لمرض اهو. طب سؤال بس عشان الخط الصوت قطع شويه. انت بقالك 3 شهور انت اللي في حاله الالم والتعلق ولا هي؟ بالظبط انا. حلو، حاضر. هي ترجع وتقول خلينا اصدقاء وتدرب شويه وبعد كده نبعد وبعد كده ترجع. حاضر، هقول لك تعمل ايه. حاضر. اتفضل. بصوا يا جماعه، علميا بس انا نصيحه مني لحضرتك، تحاليل، انت شغلك تحاليل في الطب ولا بتحلل بس الحاجات في العقل كده؟ طيب. تهيألي اتصال قطع. لو حته مهمه قوي كده، اكتر الناس بتعاني في الارض هي اللي بتقعد تحلل المواقف وتقعد تحلل الدنيا وتفصص كل حاجه. حتى بيقال ليهم كده ان ما تحللش كل حاجه، لان اللي حللوا الالماس لقوه في الاخر فحم. فانت لو قعدت تحلل كل حاجه توصل للروت طين، فهتلاقي الدنيا في الاخر باظت منك. معايا؟ فاكتر التعبانين في الارض واللي بيعانوا هو اللي بيقعد يحلل 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 يحلل. اللي عايزين هم يفهموا اكتر. هو لا، اللي بيحلل بقى مش عايز يفهم، اللي بيحلل عاوز يحط حكم.
عاوز يحط حكم صح ولا غلط. هو ده غلط طبعا. وده طبعا اللي عايش بالاحكام ده هو اكتر انسان معذب في الارض اصلا، يعني عايش نار الدنيا بمعنى الكلمه. فاللي انا اقصده ان انا مش دوري اقعد احلل ولا اقعد اوصف، انا دوري اكون مركز انا عايز اوصل لفين زي ما اتفقنا واوصل له ازاي وفق اللي بيحصل، مش مهم اقعد احلل. حلو كده؟ فهدي تمرين بسيط للتعلق وكل حد متعلق، بس هشرحه الاول من ناحيه الفيزيكال الطبيه. ان الانسان لما بيبدا مشاعره يتفتح المجال بينه وبين شخص اخر، ولو كان في شيء عاطفي في الغالب اما للبنات خيال، يعني لو تخيلت نفسها في حضنه بس كده او اخدته بالحضن بجد، بيبدا يفرز في الدم كذا هرمون من ضمنهم او من اكبرهم يعني هرمون اسمه اوكسيتوسين وهرمون تاني اسمه نوربينفرين. الهرمونات دي هي اللي بتخلي حالة الإدمان دي تحصل، وبالتالي لما هذا الشخص اللي الهرمون أفرز تجاهه يختفي بيبدأ يحصل لي نفس أعراض الانسحاب بتاعت المخدرات. حلو كده؟ وبالتالي كل الأعراض بتظهر في الدم لأنه فعلا تأثير هرموني حصل. لو أنا سبت نفسي 6 شهور هيبدأ يختفي لوحده. الهرمون ده مشكلته أنه بيفرز بالخيال، يعني لو تخيلت ان عايز اشوفه تاني وحشني هيفرز تاني معايا. طب اعمل ايه؟ الحل الحاسم، وده بنسميه بقى وجع ساعة ولا كل ساعة. ازاي؟ هقعد لمدة اسبوع كامل كل يوم 3 مرات، ولو بقوا 7 يبقى كويس، كل يوم 7 مرات مثلا، دي احسن حاجة، 7 مرات 7 ايام. هعمل ايه؟ هغمض عيني واتخيل نفسي متجوز حد غيره وعايش معاه وباخده في حضني ومستمتع. يعني من غير ما اسميه عشان انسف الهرمون ده من الدم. هتألم في الاول واحس بالتقطيعه بتحصل دي، مش مشكله. اعتبره دمل وبتخرجه. بتخرج كل الصديد اللي جوه معايا. بعد ما يخرج هيكون مؤلم في الاول، بعد كده تلاقي نفسك ما عادش متألم. لو سبته اي لمسه توجعك، هتفضل عايش في الالم على طول. حلو كده؟ ده التمرين. وبالتالي هغمض عيني واسيب وابكي فرغ كله، ما تمسكش نفسك، اقفل باب على باب الاوضه عليك وابكي فرغ كله، وتخيل نفسك عايش مع حد غيرها، او لو هي انت واحده عايشه مع حد غيره وعايشين مع بعض ومستمتعين، وابكي. تلاقي في رفض شديد، لا هو كده، لغايه ما يتبرمك في العقل 7 مرات في اليوم 7 ايام، وسيب كل المشاعر تخرج، ما تمسكهاش خالص، وبعدين ترجع لوضعها الطبيعي. يعني في الغالب هتلاقي بعد كده اتجوزته ما اتجوزتوش مش فارق معايا. لمده قد ايه مثلا التمرين ده يا دكتور؟ 7 ايام 7 مرات في اليوم. الوقت قد ايه اللي اقعد يعني غمض عينه ويعمل الكلام ده؟ براحتك، دقيقه دقيقتين 3 براحتك خالص، 5 براحتك خالص كل مره. حلو جدا. حلو التمرين كتير بصراحه. تخيل اكتر شيء عملي انقال، يعني طبعا ميرسي على كل اللي قلته، يعني بس اكتر شيء عملي انقال وكتير في ناس هتبتدي تطبقه. ادعوا لي من قلبكم باذن الله. انا بالنسبه لي انا بندعي لك من كل قلبي، من كل قلبي. ربنا يخليك يا رب. انا بس وعدت شيف سؤال ساله لي كده في البريك على اغنيه جميله قوي للسيده الجميله ام كلثوم، اللي هي بخاف من الحب وسيره الحب وسنينه والكلام الحلو الجميل ده. الايه؟ شكرا جزيلا. فالنقطه المهمه ان مع احترامي للجميع، انا بتكلم هنا في ناحيه علميه، ان دي مثل هذه الاغاني انا بكون في حاله شغف وطرب ليها وبتعلي المشاعر وبتبرمج العقل على الخوف من الحب وسنين الحب وعذاب الحب والكلام ده، فبتبرمجني ان هو ده الحب. فلو ده تسجل في العقل اوتوماتيك اول ما احب هيجي من ناحيه العذاب والكلام ده، وهيبقى تعلق مش الحب. وبالتالي نصيحه مني بقى مع احترامي لكل الناس، اسمع كلمات اي اغنيه الاول واكتبها في ورقه، وبص الكلمات دي هتتسجل في العقل وهتبقى واقع. ترضاها تحصل لك ولا لا؟ ترضاها اسمعها، ما ترضهاش حتى لو بتمتعك اوعى تسمعها، لانها هتتسجل في العقل ثم ستقع وتصبح واقع في العقل. والله كتر خيرك يا دكتور على الكلام الحلو ده اللي انت قلته، وانا ما احكيلكش انت عملت فيا ايه. بصراحه دكتور انت صدمتنا النهارده في موضوع ان مفيش حب، لدرجه انه انا بصراحه مش عايزه اتكلم، يعني انا شايفه عقله قاعده يعني متعوده، انا اكتر واحده بترغي. ربنا يخليك. احنا بصراحه دكتور حضرتك نورتنا، دكتور احمد عماره استشاري الصحه النفسيه بالطاقه الحيويه، نورتنا، قلت لنا معلومات مفيده جدا وغيرت لنا مفهومنا تماما. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع مع الشيف احمد المغازي والسفره الجميله اللي تجنن، ونشوف عامل لنا ايه النهارده.